وجهي بده ينمزع من كثر الابتسامة. ديب فرايد مارس بار. اتفقناش على هيك. ديب فرايد مارس بار. هذا شو؟ ديب فرايد مارس بار. كرنفال من اللحمة. ديب فرايد مارس بار. من أيام الجامعة مش سامع محاضرة زي هيك. آخر مرة بحكي ديب فرايد مارس بار في الحلقة. أنا اليوم في مدينة إدنبرا في اسكتلندا. مدينة إدنبرا أو اسكتلندا بشكل عام اللي جابني عليها معلومتين احفظوهم منيح وتذكروهم لأنهم أهم معلومتين رح تعرفوهم عن هاي البلد. أول معلومة، كلنا بنسمع عن الأنجس ستيك، لحمة الستيك اللي نوعها الأنجس. الأنجس ستيك طلعت أصل الأنجس ستيك من اسكتلندا، هذا موطنه الأصلي. الفكرة هو أنه في فصيلة من البقر اسمها أنجس، هاي الفصيلة موطنها هي مدينة أبردين اللي في اسكتلندا. في حلقة اليوم رح ناكل فيها الستيك الأنجس ستيك في موطنه الأصلي. ثاني معلومة، اسكتلندا بيعملوا شيء يمكن المكان الوحيد في العالم بيعملوه، هو شيء اسمه ديب فرايد مارس بار. حكيتها بسرعة، اللي فهم فهم، اللي ما فهمش في آخر الحلقة راح يعرف. أول مكان راح أجربه اليوم مش مكان الستيك، بديش أروح وأنا كتير جوعان ما هيك أخلص الستيك بسرعة ما أستلزش فيها أقعد أعيط بعدين. خلينا نبدأ بمعشوقتي ساحرة المستديرة البرجر. جيت على مكان اسمه بريد ميت بريد، يعني عندما تلتقي الخبزة مع الخبزة ايش بيطلع؟ برجر. شعار المطعم هذا eat fresh eat local، كل اشي عنده طازة وكل اشي عنده من ارض اسكتلندا. بما انه اللحمة جنرالي في البلد هنا مستواها عالي، المفروض انه كمان البرجرز تكون زاكية، فخلينا نشوف. لا لا لا، احنا انا ما اتفقناش على هيك. ايش هذا؟ هذه هي اللامبورغيني اللي هي عبارة عن قطعة لحمة بيف عليها قطع اللام اللي هي الخروف، بتكون مطبوخة ومفتفتة. راح أبدأ بالكلاسيك، نحمي عليها هيك شوي عادي، برجر عادية لحمة وجبنة وفي شوية هيك بصل متكرمل والمخلل. والله قوية اللحمة. بنرجع دائما البرجر الناجحة هي اللي لحمتها عن جد زاكية ومطبوخة صح. اللحمة هاي اللي بتكون جوسي هيك كتير معبية عصارة بالعادة بتكون كتير مدهنة، بس هاي مش كتير مدهنة، يعني مش حاسس بالنسبة الفات انها عالية، ومع هيك محافظة اللحمة على عصارتها. نحط البرجر هيك في التيشو هون، نمسكها وبنضغط عليها من تحت زي هيك، هيك صارت البرجر مع بعض خلاص. الحين انا ممكن اكل فيها وافوت، شو ما يصير يصير، بس رح تضلها متماسكة من جوا. معلش صرت مخلص نص البرجر وما حكيتش اشي، بس الطعمة بتاخد. البيف برجر نفس الباتي، نفس قطعة اللحمة اللي في البرجر الكلاسيك، فتشوف هاي ميزة الواحد يطلب الكلاسيك لأنه بيستطعم في اللحمة نفسها، بيقدر يميز طعمة اللحمة نفسها. هون مهرجان، في حفلة، في كرنفال من اللحمة، واللي معطي البرجر مش بعد ثالث ولا رابع، البعد 15، عليها دبس رمان، عليها صوص دبس رمان. طريقة المسكة هاي، لسه كل إشي في مكانه، كل إشي متماسك، جاهزة لآخر لقمة. المشكلة مش قادر أوقف أكل بطاطا، عندي بعد ساعة، ساعة إلا ربع بدي أكون في مطعم الستيك عشان تجربة الستيك. لكن يا أخي زاكي يا أخي. طيب الحين إجا وقت الستيك الاسكتلندي الأصلي. اجيت على مطعم اسمه كايلوي اشي زي هيك، متخصص في الستيكس، عنده كتير انواع ستيكس، فالحين راح يجيبوا لي بورد يشرحوا لي فيه ايش انواع الابردين انجس بيف اللي موجوده عندهم اليوم. I would love to. Yeah. Questions? That was a lecture, to be honest. That was a good lecture. I don't know. I feel I'm going good. أعطاني حصة، أعطاني محاضرة من أيام الجامعة، مش سامع محاضرة زي هيك. واو، هدول هذا علم يا إخواننا، هذا علم الفضاء والكشوف. هذا أنا مصدوم، قاعد يشرح لي ربع ساعة، شوف منظري أنا كيف قاعد بتطلع فيه زي هيك. واو، شوف. شوف قديش اللحمة فيها من جوا. شو ابتسامتي بدها تطلع، وجهي بده ينمزع من كتر الابتسامة. هاي اللحمة من المحاضرة اللي اعطاني اياها دراي ايج، طبعا اللحمة يعني اللحمة بتنقص بعدين بتركوها لتتنشف، يعني طعمتها تتركز. اغلب اللحمات اللي عندهم 28 يوم، هاي 34 يوم. فوت في الموضوع.
يا اخي طيب الحين بعيد عن العاطفة عن جد هيك خلينا نعطي تحليل عملي وعلمي ونكون واقعيين شوي. هذا شو؟ هذا شو؟ شوفوا شوف شو حيصير. طلع السوائل اللي في الستيك. هسا ناس حيطلعوا يفكروا اوه لونه احمر، هذا دم، هذا مش دم. هذه اسمها مية اللحمة او عصارة اللحمة، المية اللي جوا اللحمة. احنا شو مش جسمنا كلياته مي؟ مش بعلمونا في المدرسة انه 90% ولا مش عارف كم في المية من جسمنا مي؟ هاي ايش اللي قاعد مسح فيها؟ سوري. طيب انه جسمنا كله مي، فهاي المية اللي جوا العضلة او الالياف تاعت اللحمة، هاي اللي بتعطي اللحمة طراوتها وزكاوتها. وانا جاي في مكان هون مكان راقي، جزء من فندق حتى هذا المطعم، وانا نازل اكل اللحمة بايدي. فضيحة فضيحة. مش عارف والله ما حعرف اعبر. هاي بدها احمد شوقي، بدها عنترة بن شداد يعبر عنها. هاي الحلو في قطعة الريب اي ستيك انه الدهنة فيها بتكون موجودة في النص، برضو هاي من المحاضرة اللي اعطاني اياها. فلما تكون الدهنة موجودة في النص خلال فترة خلال الطبخ بتصير تتوزع العصارة هيك لبرا. عن جد الموضوع ما بدوش كلام، بده هيك استمتاع. واحد يجي يغمض عينيه يسكت هيك يبعد عن الدنيا شوي. لو ناس قد جايين هنا مع بعض فرض يسكتوا، ما حد يحكي ولا كلمة، كل واحد عينه في الستيك تبعته زي اللي قاعدين في امتحان. خلص ركز كلها، روح من هون بعدين افتح اي موضوع تاني بدك اياه. لقد مر الوقت سريعا سريعا جدا. اللحظات الحلوة دائما بتمر بسرعة. طلعوش فيه هيك، هسا بطلب كمان واحد قسما بالله بنجن والله. لولا عندي اشياء تانية لسه بدي اصورها، وقتي ضيق شوي في اسكتلندا، ولا كان طلبت كمان واحد، لانه هذه الشغله ما بتتلاقى في مكان تاني. والله يا اخي علم، هذا علم موضوع اللحمه طلع. شو هذا؟ انا المفروض كان ادرس لحمه في الجامعه. الشيء اللي بدي اجربه الحين واحد من اغرب الاشياء اللي سمعتها في حياتي كلياتها، ديب فرايد مارس بار. شو الديب فرايد مارس بار هذا؟ سمعيني بشوكولاته مارس، شوكولاته مارس المعروفه، الشوكولاته هاي اللي فيها كراميل من جوا. هذا الكائن الرقيق، الشيء الحساس هذا، بقلوه في الزيت، باخذ الشوكولاته بحطوها في هيك باتر اللي هي زي خليط، هذا زي العجينه اللي قبل ما تنطبخ، وبعدين بزتوها في الزيت. المشكله مش بس هون، سمعين بالبيتزا، البيتزا هاي تاعت الايطاليين، بيتزا الطبيعيه هيك، بيتزا بكون واحد جاي ياكلها بكون لا لحظه تاكلهاش، هاي لازم تنقلي في الزيت اول. مش عارف شو احكي، خليني اجربها بعدين بحكي رايي بصراحه. Why? I think the guy that invented it was drunk. Probably. Yeah. He unwrapped it and dropped it in a fryer by mistake. Okay, that's it. يا أخي والله العقل البشري بثبت إنه قادر إنه يفكر ويوصل لأشياء غريبة في الحياة. بيتزا مقلية. أول شيء مش تقيلي أبداً مش تقيلي. بقولكوا تقيلي بكون غلطان. يا حرام عليكم يعني. اللي اخترع هاي الشغلة مش عارف وين الإيطاليين عنه. والله لو توتي شاف اللي عاملينه في البيتزا لينتحر، مش بس يعتزل من الكرة. طيب الحين نيجي للديب فرايد مارس بار. كم مرة حكيت ديب فرايد مارس بار في الحلقة، بس كتير متحمس للموضوع. أوه هاي سايحة من جوا، صايرة لحظة في مفاجآت جوا. هاي اللي جوا المارس داخل كله في بعضه، مش المارس بتيجي طبقات، هذا كله داخل في بعضه مع الدوبان. صراحة أنا كنت متوقع حاجي هون آكل عضة منها وأرميها وأهرب، بس والله فيها يعني فيها فكرة. يعني البيتزا مش مفهوم ليش هيك عاملينها، بس هاي لا أوكي، في شوكولاتة في النص ومختارين المارس غالبا عشان يعني هي شوكولاتة بتدوب، فهي دابت هيك كومبليتلي، صارت حتى الأشياء اللي جواها داخل في بعض هيك كلياتها. مش عارف شو قاعد بحكي، بس بدي اجيب كمان وحده، وفي معلومه مهمه بدي احكيها، صار شغله مهمه كثير صارت معي اليوم، راجع لكم ثواني. عدنا مع ثاني وحده ديب فرايد مارس بار. خلص اخر مره بحكي ديب فرايد مارس بار في الحلقه. خلاص بحكي مع مخي اللي جوا قاعد بقول لي روح جيب كمان وحده، فمعلش بتصير خناقات داخليه. هذا الاشي اسمه ايرون برو. الايرون برو هو مشروب غازي زي البيبسي وميرندا وكولا وهدول، لكنه اسكتلندي، يعني انتاج اسكتلندا، مشهور كثير في اسكتلندا، بنباع في كل انحاء بريطانيا. عن جد نصيحه اللي بيجي على بريطانيا يجرب معه هذا الشيء. خلص بكفي ايرون برو، بكفي اكل اليوم.
في شغلة كتير مهمة بدي أحكيها قبل ما نخلص الحلقة. في طريقي اليوم من لندن على سكوتلندا في القطار وصلت قناتي على اليوتيوب لمئة ألف سبسكرايبر. هذا الإشي ما كنت ولا في أحلامي إنه ممكن يصير بهاي السرعة. في شهرين تقريبا من صفر سبسكرايبر لمئة ألف سبسكرايبر على هاي القناة. يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وبرضو عن جد بدي أحكي شكرا كتير لكل حدا شاف شغلة حلوة في اللي أنا بقدمها. أكيد كلكم جوعانين وقاعدين تتفرجوا على الأكل مش على منظري، بس إنه يعني برضو إنه شفتوا شغلة، اللي شاف شغلة حلوة في اللي أنا بقدمه عن جد شكرا من كل قلبي. وإن شاء الله دائما أقدر أقدم لكم أشياء كويسة، وإن شاء الله دائما أقدر أقدم إشي الناس تشوفه، أكل يكون زاكي، هذا أهم إشي بالنسبة لكم طبعا. هيك بكون خلصت حلقة اليوم. ستيك كان زاكي والله ستيك. نرجع للموضوع. خلصت حلقة اليوم، نشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله، ومكان جديد وأكل جديد. وعن جد شكرا مرة تانية على كل مالي بحكي كتير. هاي الشوغر رش، هاي المارت بار أخذت مفعول. خلص يلا خلصنا، سلام.